وللحديث أكثر حول آخر التطورات بالأسواق العالمية ينضم إلينا من القاهرة عاصم منصور، كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس. أستاذ عاصم، أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. ردة فعل الأسواق كانت واضحة مع نهاية الأسبوع على رفع أسعار الفائدة، لكن اليوم ما نشهده من ارتفاع لعوائد السندات وتحديدا لعشر سنوات بما يفوق 3.8%، إلى أي مدى يعطينا نظرة حقيقية واحتساب للأسواق لما سيقوم به الفيدرالي بالفترة المقبلة للرفع لمعدلات أسعار الفائدة حتى تتوافق مع عوائد السندات لعشر سنوات برأيك؟ اهلا بك ميسه، وصباح الخير عليك وعلى المشاهدين. طبعا سوق السندات يمكن استخدامه لتسعير توجهات الفيدرال الامريكي فيما يتعلق بمسار الفائده، وعلى حسب اخر بيان فائده اظهر الفيدرال الامريكي بان هناك نيه للوصول الى مستويات ال 4.5%، وهي نسبه اعلى من التوقعات السابقه عند 3.5%، بمعنى ان الاجتماعين القادمين سيكون هناك رفع بحوالي نصف نقطه مئويه في نوفمبر وفي ديسمبر. ولكن الاهم من ذلك هو ان الفيدرالي الامريكي لديه السيطره الكامله للتحكم في عائدات السندات على المدى القصير فقط، ولكن السندات على المدى الطويل يعني تحتسبها الاسواق من خلال توقعات التضخم وتوقعات مسار الفائده. الوضع الحالي يعني ينذر بحاله من الركود المتوقع في عام 2023 مع انقلاب منحنى العائد ووصول العائدات العشر اعوام الى اعلى مستوياتها منذ عام 2011. ايضا اذا نظرنا الى مسار معدلات الفائده سنلاحظ ان الفيدرال الامريكي يعني سيصل الى دوره تجديد نقدي لم يصلها في خلال دورات التجديد السابقه، بمعنى ان كل دوره تجديد نقدي كان يتبعها الفيدرال الامريكي كانت تكون اقل من الدوره السابقه. هذه المره الاولى التي سنشهد فيها مستويات فائده اعلى من 2.5% التي كانت عليها قبل جائحة كورونا. بطبيعة الحال الاستمرار في رفع الفائدة بهذا الشكل سيدفع الاقتصاد الأمريكي نحو يعني أو التعمق في ركود، ونحن بالفعل حاليا في ركود تقني من الناحية الفنية. ولكن إذا يعني بلغت معدلات البطالة نسبة 5% وشهدنا استمرار الانكماش في النمو الاقتصادي لربعين متتاليين آخرين سنكون أمام يعني مخاطر ركود حقيقية قد تدفع المؤشرات الرئيسية للمزيد من الهبوط وتراجع في معدل الاستهلاك والذي يمثل حوالي 70% من النمو الاقتصادي الامريكي. وبالتالي لدينا مستويات فائده مرتفعه حتى نهايه العام الجاري، ولكن عام 2023 يعني من الصعب تحديد مسار الفائده بشكل كبير جدا الا في حال مراقبه بيانات التضخم، وهل سيكون الفيدرالي بالفعل قادر على الدفع بمعدلات التضخم الى نسب اقل من النسب الحاليه ودفعها صوب بنسبه 2%. طيب يعني واضح الارتفاع الصاروخي اللي عم نشوفه ايضا على الدولار عم يلتهم امامه سله من العملات ومنها الاسترليني اللي شفناه عم يتراجع لادنى مستوياته ب 37 عام، اليورو ايضا ضغوطات. هذا الارتفاع برايك الى اي مدى سيقوض القوى الشرائيه بشكل واضح استاذ عاصم، وسيبقى الملاذ الامن الاكبر للفتره المقبله؟ يعني يمكن ان نطلق على عام 2022 وعام الدولار الامريكي، وهذا ما ذكرناه في اللقاءات السابقه. ولكن بالنسبه للعملات الاخرى هناك ضغوط خارجيه غير يعني اتساع الفجوه ما بين السياسات النقديه ما بين الفيدرال الامريكي سواء بنك انجلترا او المركز الاوروبي، ضغوط منها يعني ازمه الطاقه المتوقعه في منطقه اليورو في فصل الشتاء، ايضا حاله الركود الاقتصادي العنيف الذي سيضرب المملكه المتحده وارتفاع معدلات التضخم المتوقعه الى نسب 20% مقابل النسبه الحاليه 10%، ايضا التخبط ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. بريطانيا تتبع سياسة مالية تسهيلية في حين البنك انجلترا تتبع سياسة تسهيلية تشددية، وما يعني أن التضخم سيواصل الارتفاع باتباع سياسة مالية تسهيلية. حتى داخل بنك انجلترا سنلاحظ انقسام في يعني التصويت في معدلات الفائدة، لاحظنا انقسام جماعي بحوالي 5 أعضاء صوتوا في صالح رفع الفائدة ب 75 نقطة أساس، فيما صوت 3 أعضاء في نصف نقطة مئوية وصوت عضو واحد في ربع نقطة مئوية. فإذا قارنا يعني السياسات النقدية للولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول سنلاحظ أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد في الأساس إلى حد ما إلى نمو اقتصادي قوي يمكن أو يسمح أو يعطي الضوء الأخضر للفيدرال الأمريكي في تسريع وتيرة التجديد، على عكس بقية الاقتصادات التي تشهد ضغوطات قوية خارجية، ضعف النمو الاقتصادي، معدلات تضخم مرتفعة جدا، وبالتالي استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع سيواصل يعني مسيرته حتى نهاية العام الجاري. وقد نشهد يعني يمكن يعني من المبكر جدا القول باننا سنشهد ازمه ديون في منطقه اليورو، ولكن الوضع سيكون أسوأ في الربع الاخير من العام الجاري، وبالتالي استمرار لانخفاض تلك العملات امام الدولار.
أشكرك أستاذ عاصم منصور، كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس، كنت معنا من القاهرة.